شكل عام المشاكل اللي في جهاز المسالك البوليه او الجزء ده من جسم الانسان بشكل عام وعند الاطفال على وجه التحديد في مصر، هي قلت لي اه فيه ايوه، ايه. الاول احب اشكر حضرتك على استضافتي في برنامج اسال طبيب، وان احنا نتكلم في موضوع مهم جدا زي الموضوع ده اللي هو التبول اللا ارادي عند الاطفال، لان هو حاجه شائعه جدا وعامله مشكله في الاسر المصريه، وخاصه في التوقيت ده اللي هو توقيت الشتاء، لان الموضوع بيزيد. طيب اول حاجه بالنسبه لحاجه السؤال اللي بتساليه، النسب، هو موضوع التبول اللا ارادي ده المفروض بيبدا هي النسب دي تبول إرادي ولا مشاكل المثانة والمسالك البولية بشكل عام؟ بالنسبة لحضرتك كل موضوع فيهم له انسيدنس وله نسب معينة، فخلينا نتكلم على جزئية معينة اللي هي التبول اللا إرادي. كام؟ عند سن 5 سنين بيبقى 25% من الأطفال عندهم الموضوع التبول اللا إرادي ده، وبيبدأ يقل تدريجيا لحد أما يوصل عند 15 سنة بيبقى أقل من 1%. دول اللي هم 25%؟ 25% تمام، يعني يعني هو 75% المفروض بيتحسنوا عند سن 5 سنين، و25% هو اللي ممكن يستمر ما بعد سن ال5 سنين، يقل اه انت تدريجيا. تقصد 25% من اللي بيجي لهم تبول ارادي ممكن يستمر معاهم لغايه سن 15، بالظبط. لكن انا عايزه احصائيه بمجمل الاطفال بشكل عام، يعني من ضمن كام طفل بيتولد يكون فيه طفل فيه تبول لا ارادي، هي ما فيش نسبه ارقام ثابته. وتناسب يعني، في هو ارقام ولا لا؟ ما فيش ارقام مفيش. ثابته، بس هو الموضوع شائع جدا اكتر في الولاد عن البنات، لان البنات بيبقى التحكم عندهم اسرع وبيبدا بدري شويه. طب انا بس عايزه اسال حضرتك قبل ما اتفضل. تدخلنا في التفاصيل الخاصه بالتبول الارادي، ليه دلوقتي كل لما بنتكلم يعني كل الاطفال عندهم، مش كلهم، معظمهم عندهم مشاكل في المثانه، التهابات في المثانه، مش عارفه احتباس في ايه، يعني ما كناش بنسمع الامور دي خاصه بالاطفال، حضرتك ملاحظ كده معانا ولا لا؟ ايوه ملاحظ. حضرتك، في اول حاجه في جزء منه بيبقى حاجات خلقيه، حاجات خلقيه دي اللي هو الاطفال بتبقى مولوده بيها في الجهاز البولي، ودي برضو نسبه مش كتيره، بس يعتبر برضو سبب من ضمن اللي هي الحاجات اللي ممكن تعمل في مشاكل فيما بعد بالنسبه للجهاز البولي. زي ايه؟ حاجات كتير جدا زي المثانه العصبيه، والمثانه العصبيه دي ده يعني لها مشاكل كتير جدا ومضاعفات، منها اللي هو موضوع التبول الإرادي اللي احنا موضوعنا النهارده، ومشاكل كتير تانية، إن منها ممكن المية تبدأ تتخزن في المثانة وتبدأ تعمل ارتجاع على الكلى، ودي مشكلة كبيرة جدا. لكن التهابات المثانة بيكون أسبابها إيه؟ التهابات المثانة ده يعني سببها بيبقى ميكروب، معظم الأوقات اللي هو السبب الرئيسي، يعني إن الميكروب ده بيدخل عن طريق مجرى البول ويوصل للمثانة ويعمل الالتهاب بتاع التهاب المثانة، أو تاني سبب ممكن يوصل عن طريق الدم. فدي كلها حاجات، وطبعا يعني استخدام ايه بقى اللي بيخلي الموضوع مثلا يوصل عن طريق مجرى البول؟ استخدام الحفاضات. والله استخدام الحفاضات طبعا ده مهم جدا، يعني يعني الالتهابات نوعية الخارجية دي اللي ممكن تبقى عند الأطفال ممكن توصل لالتهاب مثانة في داخل. بالظبط بالظبط. طبعا يعني احنا بنتكلم مثلا في فترة الصيف نوع الحفاضة بيعتمد عليها طبعا، او اللي هو الملابس الداخليه للاطفال بنفضل وننصح اللي هي الام ان هي لازم تغير اللي هي الحفاضه وما تسيبش ان تبقى مبلوله فتره طويله، لان دي هي نفسها يعني اللي لازم بتؤدي. الطفل يبقى جاف معظم بالظبط الوقت. بالظبط بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده، لان ده بيعتبر ان هو ميديا كويسه جدا للميكروب ان هو يبدا ينتشر في منطقه فتحه البول ويوصل للمثانه ويعمل بقى مشاكل اللي هو الميكروب اللي هو التهاب المثانه. طب هل فعلا فكرة ان نوعية الاكل الخاص بالاطفال ممكن انها تأثر على الجهاز البولي بتاعهم او المسالك البولية او تسبب لهم بشكل او اخر مشاكل في المثانة؟ هو بالنسبة لنوعية الأكل نفسها طبعا هي لها أضرار كتير جدا، وخاصة إن احنا الفترة دي بدأ الحاجات اللي فيها الموكسبات الطعم والمواد الحافظة الكتير جدا، والأطفال فعلا بقت تجيبها كتير قوي ولها فعلا مشاكل كتير قوي. بس لكن جزئية اللي هو التبول نفسه أو كميكروب، لأنه التهاب المثانة هو المسؤول عنه، لازم ميكروب، لازم ميكروب إن هو، وخاصة اللي هو البكتيريا يعني تمام، فصعب شوية ان هو كنوع الاكل نفسه ان هو اللي يعمل المشكلة مش دي حضرتك بتقول ممكن من خلال الدم؟ عن طريق الدم. طب بس الدم ده ده بقى عن يعني في حاجات معينة زي التهاب اللي هو الحل، وده التهاب طبعا الحلق، كومن جدا في الاطفال، يعني ده كومن جدا ان هو ان يعني الاطفال التهاب الحلق ممكن يسبب يأثر على المثانة؟ الميكروب اللي هو بتاع التهاب الحلق نفسه هو اللي ممكن يوصل عن طريق الدم،
او الالتهابات اللي النزله المعويه برضه نفس القصه عن طريق الدم ويوصل لحد الجهاز البولي برضه ويعمل مشكله التهابات المثانه برضه. فعشان كده بنقول الافضل لازم لو في التهابات نزله معويه او التهابات في الحلق لازم تتعالج كويس جدا. تمام. طيب الهايجين ليها علاقه بالموضوع؟ يعني النظافه الشخصيه للطفل ليها علاقه بان ممكن المثانه تبقى كويسه او لا؟ ده سؤال مهم جدا وده فعلا مهم قوي بالنسبه للبنات. يعني بالنسبه للاطفال البنات فعلا مهم قوي. فالهيجين ده فعلا البنات يعني. علشان بالنسبه لالتهابات النساء اللي هي الخارجيه. آه. فدي لازم فعلا الهيجين مهم قوي. والا فعلا بيجي لنا نسبه كبيره جدا ان نلاقي مثلا اطفال صغيرين اللي هو البنات ويبقى عندهم التهاب المثانه ويكون السبب الرئيسي هو ان باد هيجين، ان هو ايه النظافه الشخصيه هي تكون السبب الرئيسي. فلازم نعالج اللي هو التهاب المثانه ونعالج معاها موضوع اللي هو الالتهابات الخارجيه. والا الموضوع هيرد تاني. وهي النظافه الشخصيه يا جماعه مش محتاجه فلوس، يعني احنا مش محتاجين يبقى معانا فلوس كتير عشان نبقى ناس نظيفه. يعني ميه والصابون العاديين جدا وارخص انواع الصابون ممكن انها تحل المشكله ديت يعني. بس فكره الصابون بقى برضو احنا سمعنا يا دكتور انه غلط ان احنا نشطف الاولاد او نحميهم بالصابون، خصوصا في الاجزاء السفليه يعني. تمام. هل فعلا الموضوع ده حقيقي؟ اه طبعا، لان احنا فكره اللي هو انواع معينه من الصابون فيها كيميكالز، والكيميكالز دي اريتنت، يعني هي مشكلتها ان هي فعلا في المناطق الحساسه دي ممكن توصل عن طريق مجرى البول وتعمل حاجه زي التهابات كده ولا حاجه، بس مشكلتها بتبان على المدى البعيد ان هي تعمل ضيق في مجرى البول للاولاد. ففعلا يعني مش يعني الاولاد اكتر كمان من البنات. اه ده في جزئيه اللي حضرتك بتقوليها اللي هو موضوع الصابون. الصابون اه لو النوعيات اللي فيها الكيميكالز اللي هي الكيماويات يعني نسبه عاليه، ده لا ده بيدخل مجرى البول ويعمل التهابات، وعلى المدى البعيد بتلتئم بتليف ويبدا يعمل ضيق في مجرى البول. ده لو الولد والبنت ما تشطفوش كويس، ولا هو على اطلاقه لا انتوا ما بتفضلوش التعامل مع الصابون في المناطق دي؟ طبعا لو في انواع معينه امنه تمام اللي هي المخصصه للاطفال. مخصصه للاطفال تمام. فده نقطه مهمه بس مش جدا. مش كل الناس يعني بتقدر تجيبها، يعني بتبقى غاليه شويه نسبيا يعني. تمام. فمش كل الناس بتقدر تجيبها. لو ان الناس ما قدرتش تجيبها، الميه تكفي؟ اه طبعا الميه فقط كويسه بالظبط الميه. وبالنسبه للاطفال اللي هم لسه مش التويليت تريننج، الحفاضات بقى لا مهمه اللي جدا، اللي هم لسه ما قعدوش على قعدات الحمامات يعني. بالظبط بالظبط. دول اللي قبل كده اللي هم بيستخدموا لسه الحفاضات، لازم الحفاضات تبقى تتغير كل فتره. يعني فتره قليله، مش كل فتره، لا كل فتره قليله. يعني لازم الطفل يبقى جاف على طول. زي ما حضرتك قلتي يبقى لازم جاف على طول، ما ينفعش ان هو يبقى مثلا بامبرز مثلا مبلول ويتسبي، لان ده بقى هيبدا يحصل له موضوع الالتهابات. طيب احنا كنا بس بناخد ايه يعني مدخل كده لمشاكل الاطفال اللي احنا بنتابعها دلوقتي. كانت لافت جدا انتباهنا ان الاولاد عندهم مشاكل في المثانه، لسه بدري عليهم قوي على الموضوع ده، فادي الاسباب وازاي نتعامل مع الموقف. نيجي بقى لفكره التبول اللا ارادي. حضرتك قلت لي هي بقت ظاهره منتشره من واقع يعني تعاملاتكم انتوا. ممكن بس تشرحي التبول اللا ارادي هو ايه؟ مبدئيا نقول يعني ايه معنى كلمه تبول لا ارادي. يعني ايه تبول لا ارادي؟ او سلس بولي ليلي. ده معناها ان الطفل ما بيقدرش يتحكم في الحمام اللي هو التبول، يعني بينزل منه لا اراديا. وده الاكثر شيوعا اللي هو الليلي، لان في جزء تاني اللي هو اثناء النهار، بس ده يعتبر اقل شيوعا. يعني هو ان الطفل هو صاحي يعني فتره النهار يبدا ينزل منه البول من غير ما يدرك لا اراديا. تمام. بس ده اقل شيوعا، لكن اللي هو اكثر شيوعا بالظبط بالليل هو ده الاكثر. ممكن الاطفال تعريف اتفضل. هستاذن حضرتك وله تعريف بس مصطلح كده، ان فكرته ان هو عشان برضو نقول ان ده تبول لا ارادي، لان ممكن يحصل مع طفل حاجه عابره، فلازم يكون على الاقل مرتين في الاسبوع خلال على الاقل 3 شهور متتاليه وما بعد سن ال5 سنين. يعني قبل سن ال5 سنين ما لا، ده مش تعريف كلمه تبول لا ارادي. يعني تبول الارادي ليه شروط، لانه وارد جدا الاطفال يتبولوا بشكل لا ارادي بالليل عادي، يعني لسه صغيرين ولسه ما تحكموش في دوت، فده عادي. حضرتك بتقولي ده شروطه بقى انه فوق ال5 سنين. فوق ال5 سنين انه مرتين يوميا، مرتين في لمده 3 شهور متتاليه لازم يكون ده. فهنا بقى تقدر حضرتك تشخصه ان ده
تبول لا إرادي. بالظبط. طب فوق ال5 سنين دي يعني تحت ال5 سنين ما تعتبروش كده؟ ايوه، عشان حاجات معينه. هو المفروض ان هو عند سن ال5 سنين ان الطفل بيبدا اللي هو التحكم بتاع التبول بيبدا يشتغل، اللي هو جهاز التحكم بتاعه، اللي هو بيشمل عوامل معينه. زي ايه بقى؟ اول حاجه نمو المثانه الطبيعي والسعه الاستيعابيه بتاعتها. رقم اثنين ان الطفل بيبقى عنده المقدره ان يقدر يقفل العضله بتاعه التحكم الموجوده في مجرى البول. رقم ثلاثه بيحصل نضج لمركز التحكم اللي موجود في المخ. مركز التبول اللي موجود في المخ بيبدا يحصل نضوج. فال3 شروط دول بيبقى خلاص المفروض ان حصل هما نضوج بيتحققوا في السن عند ده. سن 5 سنين. تمام قبل كده خلاص يعني لسه ما نقدرش نحكم عليه. تمام. فده شرط ان هو المفروض ال5 سنين. و3 شهور متتاليه، لان ممكن مثلا يبقى الولد عنده مشاكل. هي في بعض الامراض مثلا في المثانه يا دكتور تخلي يبقى فيه التبول لا ارادي بمجرد ما ان الولد يعني يتعالج او يخف، او المثانه بتاعته مثلا تكون فيها مشكله او فيها التهاب تخف فيبطل ان هو يتبول لا اراديا. بالظبط. ده طبعا احنا هنتكلم لسه فيما بعد موضوع انواع التبول اللا ارادي واسبابه، بس عشان جزئيه حضرتك دي. طبعا يعني مثلا لو في التهابات في المثانه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، التهابات المثانه دي لو جات لطفل بيبدا اصلا يعني يحصل له موضوع التبول اللا ارادي. اما نبدا نعالجه ونديله العلاج المناسب والمضاد الحيوي المناسب، خلاص يبدا يتحسن ويرجع اموره طبيعي، ما فيش اي مشكله خالص، فده ما يعتبرش تبول لا ارادي. طيب، هو حضرتك قلت لي ان في انواع للتبول لا ارادي. في انواع التبول لا ارادي، في عندنا تبول لا ارادي اولي وفي تبول لا ارادي ثانوي. هنبدا نتكلم عليهم شويه. يعني التبول لا ارادي الاولي ده يعني ايه تعريفه الاول؟ معناه ان الطفل من صغره وهو ما بيقدرش يتحكم في موضوع التبول ده، ما عداش على فتره ان هو يقدر يمسك نفسه. عكس التبول لا ارادي الثانوي، ان الطفل كان كويس وبعد كده حصل له انتكاسه وبدأ يحصل له موضوع التبول لا إرادي. يعني مش كل انواع التبول الارادي بتبتدي من الاول، يعني ممكن بالظبط الطفل يبقى كويس جدا بالظبط وفجأة يحصل له تبول لا ارادي. بالظبط، تمام كده. طيب خليني اسباب ده ايه بقى وده اسباب ده ايه؟ حاضر، يعني قبل ما اقول بس الاسباب، انا هقول اللي هو الفسيولوجي بتاع التحكم بتاع التبول عشان نقدر نفهم الاسباب بقى يا نفسها ريت، اتفضل واحده واحده كده. اتفضل. الموضوع التبول ده هي بيبقى فكرة ان المثانة عاملة زي القربة او زي الخزان اللي هو بيبدأ يجمع اللي هو المية اللي جاية من الكلى، بتفرز عن طريق الكلى البول، وبعد كده ينزل في الحالبين، وبعد كده يبدأ يجمع في المثانة. الموضوع ده بيبقى عبارة عن اعصاب، يعني في مجموعة من الاعصاب بتتحكم في حاجة زي كده. الاعصاب دي لها مراكز موجودة في النخاع الشوكي وموجودة في المخ. كل حاجة فيهم لها يعني شغل معين واكشن معين. اولا ان عشان تبدا المثانه تتملي، في المفروض جدار المثانه يبدا يرتخي، والعضله اللي موجوده في عنق المثانه يحصل لها انقباض، فعشان تبدا تستوعب الكميه المناسبه، والا ان احنا كان زماننا ان كل شويه نروح الحمام ومش هنقدر نعمل شغلنا خالص. فدي حاجه من حكمه ربنا. طيب موضوع هيبدا بقى ايه؟ موضوع التبول اللي هو الفويدنج ريفلكس بيحصل ازاي بقى؟ ان بيبقى في اشارات حسيه بتيجي من جدار المثانه تمشي عن طريق اعصاب توصل للمركز اللي بتاع التحكم الموجود في النخاع الشوكي، يبدا يدي اشارات، والاشارات دي يعني بيبقى في كنترول عليها، في هاي كنترول من المخ نفسه، يبدا يبعت اشارات حركيه عن طريق الاعصاب توصل للمثانه، تبدا تخلي جدار المثانه يبدا ينقبض، وعنق المثانه العضله اللي موجوده فيها تبدا ترتخي تفتح، فبالتالي يبدا يحصل الحمام. سبحان الله. فده طبعا لازم نبقى فاهمينه عشان نبدا بقى نقول ايه الاسباب واسبابها تمام. ايه. يعني شوف كل المراحل اللي حضرتك بتحكيها دي احنا ما بنشعرش بيها، بتتم بالظبط بشكل تلقائي لا ارادي كده، احنا بالظبط لا بنرتب له. كل ما بنفهم بنسمع من الدكاتره بنقول سبحان الله يا رب، يعني في هذا الخلق العظيم، يعني سبحان الله. بالظبط طيب كده ايه بقى بقى اللي ده بقى الطبيعي اللي بيحصل؟ تمام. ايه اللي بيحصل بقى في حالة التبول لا ارادي سواء الاولي او الثانوي؟ ده هيفهمنا بقى الاسباب دي. اول حاجه اللي هو الاولي، في جزء منه عامل وراثي في فاميلي هيستوري، يعني ان الطفل اللي عنده تبول لا ارادي لازم بنسال في التاريخ المرضي بتاعه الاب او الام، لان النسبه عاليه 50%، ومسؤول عنها في حاجات معينه في عوامل جينيه اللي هو كروموزوم 12 و13.
في حاجات تانية، الأطفال اللي نومهم تقيل أو النوم العميق، الأطفال اللي عندهم المثانة بتاعتهم الساعة الاستيعابية بتاعتها صغيرة، يعني صغر حجم المثانة، عندهم إن لسه مركز التحكم بتاع التبول اللي في المخ لسه ما حصلوش نضوج كامل، فدي الأسباب بتاعت اللي هو الأولي. بالنسبة بقى للثانوي اللي قلت لك عليها، إن هو كان كويس وبعد كده جه فترة حصل له انتكاسة وبدأ يظهر الموضوع ده، ليها أسباب معينة، هي أسباب كتير جدا، بس احنا هنحاول نقول الحاجات المهمة فيها أشهرها وأكثرها أشهرها. شيوعا يعني أو بالظبط أخطرها. بالظبط. يعني ممكن حاجات زي إيه؟ التهابات المسالك البولية، ده سبب من اللي هو يعمل تبول لا إرادي ثانوي. مرض السكري اللي هو السكر، بيجي زي برضو للأطفال من النوع التاني. بالظبط المثانة العصبية، يعني لو في حاجة خلقية في الجهاز البولي. وأهم حاجة بقى اللي هو العامل النفسي، الاضطرابات أنا النفسية، كنت محضرة سؤال خاص للموضوع ده يا ده دكتور. مهم جدا، يعني أنا حتى هتكلم فيه شوية كده. باستفاضة. بالظبط الاضطرابات النفسية اللي بتحصل للطفل، إن إحنا الطفل كان كويس وبعد كده بدأ يظهر عنده تبول لا إرادي. إحنا ممكن تكون حاجات زي إيه مثلا؟ يعني أول حاجة مثلا إن في مشاكل أسرية ما بين الأب الطلاق والأم. والخناقات بالظبط وكل الأمور اللي احنا بندمر بيها أولادنا دي. بالظبط. في مولود جديد جه للطفل ده، الطفل ده فالاهتمام كله للطفل راح الصغير. للطفل الجديد. بالظبط. تغيير محل الإقامة، يعني يا معقولة؟ ده مهم ده بس جدا. الأطفال السنسيتيف أوي يعني الحساسين بقى جدا بالظبط، يعني، يعني هو أو لو إن هما مثلا مرتبطين بأصحابهم في المكان أو كده. تغيير بالظبط المدرسة برضو يا دكتور، في بعض الأطفال حصل لهم تبول لا إرادي لأنهم غيروا من مدرسة لمدرسة، تخيلوا حضراتكم. بالظبط. ممكن تعنيف الطفل، يعني ان احنا مثلا حاجه ان ما يبدا يكبر شويه نبدا نعنفه ونضربه. ونهينه. ونهينه. بالظبط. موضوع توبيخ الطفل قدام الاخرين على النقطه دي، عشان كده احنا بنقول ممنوع تماما ان طفل يبقى عنده الموضوع التبول لا ارادي ونبدا نقول مثلا لناس او القرايب حتى دي كارثة يا جماعة، ده اوعوا تعملوا كارثه. كده. بالظبط. فده اوعوا. عوامل بتعمل اضطرابات نفسيه للطفل. الاطفال اللي بتخاف، يعني في مثلا عوامل، طبعا احنا بقينا نشوف دلوقتي معلش السوشيال ميديا والاطفال بدات تستخدم الموبايلات ويقعدوا على حاجات زي كده، يشوفوا مثلا حاجات مثلا فيها خوف والكلام ده مرعبة. كله مرعبه، بتعمل لهم مشاكل وتؤدي فعلا موضوع التبول لا ارادي الثانوي برضه. مهم قوي قوي الجانب النفسي ده. انا الحقيقه كنت هكلم الدكتور فيه بشكل تفصيلي، لانه انا الحقيقه شفت اطفال كده، بالظبط. وجالنا تليفونات يمكن في برامج تانية بتتكلم على انه مثلا لما يعني انا مثلا في برنامج القانون جالي تليفون انه زوج وزوجه اتطلقوا، فالولد الاولاد بيروحوا عند باباهم اللي هو طبعا طليق امهم يومين في الاسبوع. لما بيروحوا بالظبط هناك في اليومين دول بيحصل لهم تبول لا ارادي. بالظبط. ف يعني قد ايه ده واقع. فانا الحقيقه كنت هكلم حضرتك عن الموضوع ده بشكل تفصيلي، كفيت ووفيت، بس احنا هناكد عليه مرات يعني كل ما احنا ماشيين كده في الحلقه أنا يبقى أبدأ حضرتك الكلام عليه طبعا. تاكد عليه. هناقش بقى